نشكركم كجمعية على هذه الإشتغالات، لأن الإخوان كيشتغلوا ليلة نهار وهذا الإشتغال ديالهم بداو تيحسوا بالعياء، وموقع خاصهم إلا شي شوية ديال التشجيعات من طرفكم ومن طرف المجتمع القصري كامل. لأن علاش؟ لأن دابا وصلنا لواحد المرحلة حاسمة، وهذه المرحلة اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى هذا الشهر 11 و 12 يرفع عنا هذا الوباء، لأنه المرحلة تقريبا المعطيات كتبدل بزاف، العدد ديال الحالات ولات في ارتفاع، وملي تنقولوا الحالات ترتفع بزاف، يعني الحالات اللي غادي تقدم للإنعاش وللمستشفى غادي ترتفع، وكما كتعرفوا أن الحالات ملي كترتفع في المستشفى بزاف، هو أننا الأسرة كتبدا تكون محدودة، يعني أننا كل ما تعالجنا بكري، كل ما تم التشخيص بكري، كل ما هذه الحالات ما غاديش يجيو للمستشفى. وكنطلب من الله انه يساعدنا ويمدنا بالقوه والصبر حتى ندوز هذه الجائحه. وشكرا. وهذا امتنان المدني بمدينه القصر الكبير لهذا الفريق الذي يقوم بمجهودات جباره ونكره للذات من اجل مصلحه الوطن والمواطن. تحيه عاليه لهم ونرفع لهم القبعه.